فانا والله ولا طالع اتكلم على ماتش، ولا طالع اقول انا مظلومه، ولا طالع اقول انا عايزه حقي. قللت من السعودية وقالت إن ما فيهاش مصارعات ستات، لكن في النهاية هزمتها بالقضية. ده اللي حصل مع المصارعة المصرية ندى فهيم اللي اتهزمت قدام السعودية هتان السيف. إزاي انهارت وعيطت وقالت المصريين تخلوا عني ولي أغمى عليها، وحكاية هتان السيف اللي شبه بيج ياسمين. تفاصيل كتير تعالوا نعرفها سوا. قصة شعرها زي الرجالة وحركتها وطريقتها شبه بيج ياسمين، بتلعب مصارعة وتسببت في انهيار المصارعة المصرية ندى فهيمة، وده بسبب ركلتها ليها برجليها على وشها، وده سبب ليها حالة من الإغماء. كلامي هنا عن هتان السيف اللي وصلتها موهبتها للعالمية. دخلت هتان السيف التاريخ بعد ما وصلت للمركز الأول وقدرت تخطف الميدالية الذهبية في مسابقة المصارعة اللي اتعملت في السعودية، وده علشان تهزم المصارعة المصرية اللي كانت شايفة نفسها عليها وهي ندى فهيمة. هتان ما قدرتش تقبل تقليل ندى فهيمة لاعبة نادي اتحاد السكندري منها في لقاء تلفزيوني قبل مباراتها، وهي بتقول هتان لسه ما قابلتش حد مصري، وحاجة نادرة ان السعودية فيها ابطال بنات. كمان استهانت بمجهود هتان وقالت انها بتعتبرها زي اي واحدة لعبت معاها ويمكن اقل، واكدت ان الموضوع سهل. لكن تحس ان هتان اخدت عهد على نفسها انها تكسب ندى، وفعلا ده اللي اتحقق في اول 40 ثانية بس من المباراة بينهم. هتان كسبت ندى بالقاضية في الجولة الثانية من مباراة السيدات واديتها في رأسها لدرجة انها وقعت بعدها واغمى عليها، وبسبب كده انهى الحكم المباراة وغدرت ندى القفص على نقالة. بعدها بساعات طلعت ندى فهيم وهي رابطة ايديها وعلامات التعب باينة عليها، ونهارت في فيديو ليها بعد فوز هتان عليها بتشتكي فيها من رد فعل المشجعين السعوديين. قالت انها اتهانت من المشجعين وفرحوا فيها لما وقعت، وده طبعا ما يصحش لانها عربية زيهم، وانها ما قللتش من هتان زي ما ادعوا. قالت كمان انها حست بالظلم من اللي حصل ليها، واكتر حاجة حصلت ضايقتها هي تعليقات السعوديين وسخريتهم منها في الوقت اللي المصريين محدش وقف جنبها ولا دافع عنها لكنهم تخلوا عنها. في نفس الوقت المصارعة السعودية بقت ترند واللي طلعت قصتها مفاجأة، لأن فقدانها لوالدها وهي عندها 10 سنين ده أثر فيها وخلى عندها إصرار إنها تنجح وتسيب بصمة في مجال المصارعة. فضلت ورا هدفها اللي هي بتوصف اللعبة دي إنها النفس اللي هي عايشة عليه وغيرت حياتها 100%. بدأت رياضة المواي تاي وهي رياضة نشأت في تايلاند، وفازت بألقاب في المصارعة دي سواء العالمية أو في السعودية، وقدرت إنها تحقق نجاح برضه في الرياضة دي في بطولة العالمية للاتحاد الدولي للجمعيات المواي تاي IFMA تحت إشراف مدربها فراس سعدة واللي بتعتبره زي باباها. كمان هتان عندها حس كوميدي وبتنزل فيديوهات على تيك توك سواء عن فوزها أو تدريبها أو عن فيديوهات طريفة لقفشات أفلام أو مسلسلات بس غالبيتها باللهجة الخليجية. هتان مثال للبنت المجتهدة اللي رغم الظروف اللي حواليها وإن السعودية مش بتشجع النوع ده من الرياضات للست، إلا إنها فضلت ورا حلمها لحد ما حققتها، وفعلا هي أول سيدة تظهر في المجال ده. شاركوني بقى وقولولي تفتكروا ندى معاها حق تنهار كده ولا لا؟ هل حست إنها هتان فعلا فيها من بيج ياسمين المصرية ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.